لسه حالا مطلعين مجموعة أوشابتي لبادي إيست صاحب الدفنة الرئيسية اللي خد اسم الدلع بسماتيك، وعددهم 365 تمثال أوشابتي. الحمد لله عليه الاسم اهو، في حالة رائعة جدا من الفيانس. الأربع أواني كانوا بيا من الألباستر، وغالبا إن جاي الألباستر بمحاجر حتنوب هنا في المنيا، من أجود أنواع الألباستر. استفسرنا في الأول، ده لازم يكون راجل غني، لازم يكون راجل له شأن. لما قربنا هنا على الهيروغليفي اتضح تماما إن الراجل ده كان بيشتغل المشرف على الخزانة، يعني نقدر نقول حاليا وزير المالية. ده بيبرر حاجات كتيرة جدا، انه راجل اللي كان له شأن، عمل مقبرة وعمل أوبجكت من أروع ما يكون. إمستي وحابي ودوامت اف وقبح سنو اف، كلهم لو بصينا هنا هنلاقي كلهم فيهم الأحشاء موجودة محنطة حتى الآن. وليكن هنمسك في إمستي اللي كان فيه المعدة موجودة اهي، وفي حالة محنطة رائعة جدا جدا جدا. وزن ده ما يقلش عن 35 إلى 40 كيلو جرام تقريباً.